مشاهدي قناة الحوار التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الحوار الاقتصادي. محدودية الادخار عائق للاستثمار، وحجم المعاملات المحقة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، وكذلك محتوى الاتفاق حول أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية هي أهم المحاور اللي اختلناكم حولها مقالات من الصحافة الاقتصادية لهذا الأسبوع الأخير. في الملحق الاقتصادي لجريدة لابريس تم نشر مقال بعنوان محدودية الادخار عائق أمام الاستثمار. المقال أكد على ضرورة التوازن بين الادخار والاستهلاك لضمان مستوى محترم من الاستهلاك والاستثمار، والحال أن الادخار لا يمكن تدعيمه إلا بالتخفيض من مستوى الاستهلاك. التخفيض من الاستهلاك يمكن كذلك تحقيقه في فترة الركود الاقتصادي عن طريق الحد من الانتاج، نظرا إلى عزوف المستثمرين عن التدين للانتاج، وهو ما يدفع بالدولة إلى القيام بهذه المهمة لتتلخص في سياسة إعادة تنشيط الاقتصاد. التحليل الكلاسيكي هذا يفرض نفسه كل ما يتعلق الأمر بتدعيم الاستثمار، والتجربة العالمية أكدت أن البلدان اللي تعرف أسرع نسب نمو هي اللي عندها مستويات ادخار مرتفعة. مجلة أنتربريز نشرت مقال بعنوان الدفع بالبطاقات البنكية أقل من 50 مليون معاملة محقة سنة 2012. حالياً أصبحت العملة اللامادية طاغية على معاملاتنا الاقتصادية، وكان الفضل لقطاع السياحة في تنشيط المعاملات بالبطاقات البنكية، واقتصر دور الطرف التونسي على قبول هذه المعاملات. في بداية الثمانينات أصدر بنك الجنوب البطاقات البنكية الخاصة بالمطاعم والنزل، واليوم اتطورت الخدمات إلى بطاقات ذكية ذات شفرة، وباكتساب آلات لتشخيص أصحاب البطاقات وإحداث مركز لهذا التشخيص. حقق المغرب العربي أسبقية في المجال على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفي المنطقة يعتبر سوق تونس والمغرب من الأسواق الأكثر نمو، والجزائر في طور تدارك التأخير. أما في مجال مقاومة التحيل فإن المخاطر أصبحت محدودة، ما عدا في مجال الدفع بالإنترنت والحلول موجودة كذلك. صحيفة ليكو جورنال تناولت موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ضمن مقال حول اتفاق أولي مبرم بين وزارة التجارة والمهنيين لضبط تسعيرة للحوم الحمراء، في حين أبدت بعض القطاعات الأخرى استعداد لتخفيض أسعار البيع. نسبة التضخم تناهز 6.5% مقابل 5.9% خلال شهر فيفري. أصبح ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الشغل الشاغل للمواطن التونسي والسبب الأول في تدهور قدرته الشرائية، ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن اليوم في مأزق، في حين أكدت الحكومة الأخيرة المنتصبة أن مسألة الأسعار باش تكون اهتمامها الأول. وزير التجارة عبد الوهاب معطر رغم الانتقادات الموجهة لأدائه بوزارة التشغيل أعطى مؤشرات إيجابية بتكوين لجنة فنية بدأت مشاورات مع المنتجين وأصحاب الفضائيات الكبرى لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار، وهي بصدد التفاوض مع مهني بعض القطاعات الأخرى كما الحليب واللحوم والدواجن لتحديد أسقف للأسعار. وقد أفضت المشاورات إلى قبول سقف اللحوم الحمراء كلحوم الأبقار بين 9.5 دينار و13 دينار و14.5 دينار و16.5 دينار حسب الأصناف. التسعير باش يشمل كذلك حسب محمد علي الفرشيشي المسؤول عن الإعلام بالوزارة بعض المواد الأخرى، لكن السؤال يبقى مطروح، هل أن جميع المهنيين باش يقبلوا على تطبيق التسعيرات المختلفة؟ مرحبا بكم من جديد مشاهدي قناة الحوار التونسي إلى برنامج الحوار الاقتصادي. في العادة بعد ما نكملوا عرض المقالات الواردة بالصحافة الاقتصادية ننتقلوا مباشرة إلى موضوع حصة اليوم، ولكن اليوم بصفة استثنائية ضيف حصتنا اللي يتم الإعلان عليه من خلال تدخله أبدى تفاعل تجاه هذه المقالات. قد تكون سنة أخرى جديدة في برنامج الحوار الاقتصادي أن نتفاعل في محتوى هذه المقالات مع ضيف الحصة اللي يكون حاضر معنا للنقاش حول موضوع
الحصة. ضيف الحصة استثنائيا نعلن عليه قبل الإعلان على موضوع حصة اليوم والسيد راضي المدب الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية عمل وتنمية متضامنة. مرحبا بك سي راضي. بارك الله فيكم وشكرا على الاستدعاء. لا شكر على واجب، خاصة إذا تعلق الأمر ببعض الخبراء الاقتصاديين اللي عندهم رحابة صبر ويبديوا ديما استعداد لمبادلتنا الآراء الموضوعية خاصة حول المسائل ذات الشأن الاقتصادي. سيرابي تفاعل مع محتوى المقال اللي تم الإعلان عليه حول تحديد الأسعار من طرف لجنة كونتها وزارة التجارة. طبعا أنا كمواطن تونسي قاعد نشوف اللي الأسعار ارتفعت وقاعدة ترتفع بصفة هامة، قاعد يتضرر منه المواطن خاصة في مقدرته الشرائية، وكل ما يمكن أن ينزل الأسعار أو يحد من ارتفاعها كل مواطن تونسي رحب به. لكن أنا ما نتصورش أن يمكن يكون فما قرار إداري في مكاتب يتم أخذه لتحديد الأسعار. وإذا كان هذا ممكن نتسائل علاش ما تخذيش منذ عام ولا منذ 6 شهور على الأقل، ولا لأنه التونسي قاعد متضرر من ارتفاع الأسعار، مش ظاهرة جديدة هذه. ترى في اللجنة هذه قرار إداري سيرادي بالنسبة لنا قرار إداري. بالنسبة لنا قرار إداري على خطر احنا في اقتصاد سوق، واقتصاد السوق تربطوا آليات اقتصاد السوق، وآليات اقتصاد السوق يتم تحديد الأسعار في اقتصاد السوق بتلاقي الطلب والعرض. وقت اللي العرض شوية في السوق الأسعار ترتفع، وقت اللي الطلب يقوى الأسعار ترتفع، وقت اللي العرض قوي والطلب ضعيف الأسعار تنزل. نعرف كلنا احنا كنا فلاحة في الأصل، احنا في البلاد هذه أنا جدي كان فلاح، وكان وقت اللي نعرف اللي وقت اللي البطاطا تكثر في السوق يطيح سوم البطاطا والفلاح ما عادش يلقى روحه. يعني عندنا مشكل متاع عرض، عندنا مشكل متاع عرض ومتاع طلب. ويلزم معالجة الموضوع بتحليل العرض، شنو هو وضعية العرض اليوم في قطاع اللحوم. انت تحدثت على قطاع اللحوم وقلت اللي مش ينزلوا في الأسعار، هذه أول بيدرة يعني في مهنية قطاع اللحوم، بين 9 دينارات و14 دينار و16 دينار و500 حسب أصناف نوعية، حسب نوعية اللحوم وأصنافها وكذا. أنتخكوت ولا الحبرة ولا هبرة ولا بالعظم ولا هذه هو اللي أنتخكوت وكذا، هذه كمش تخرج من التسعيرة هذه. إذا كان اليوم الناس قاعدة تبيع بأسعار أرفع بكثير، فهذا راجع إما إلى عدم العرض، وعدم العرض نحاول نفهموا علاش. بلكش الفلاح المنتج للحوم ما عادش واقي روحه مع التكلفة للإنتاج، بلكش التكلفة للإنتاج أكيد أرفع من هذا، بلكش فما تهريب، بلكش فما احتكار، ويني وقتها أجهزة الدولة للمراقبة، بلكش فما تهريب لأسواق أخرى. يعني أنت تراسي راضي أنه هذه معالجة في آخر المطاف، يعني معالجة على مستوى الأسعار من غير معالجة لأسباب ارتفاع الأسعار. أنت مش تعالج الظاهرة من غير لتعالج الأسباب. إذا كي تعالج الأسباب وتحاول تعالج الأسباب تلقى ربما شنو ما المسبات لهذا كله وتعالجها بصفة يعني جدية وقتها. خطر أنا سمعت حتى في بعض الإذاعات أو بعض التلفزيونات عدوا هكا وعملوا روبورتاج وشافوا الزازار قالوا له هاو مش يبيعوا اللحم عندك ب 16 دينار و500 كيفاش؟ اش قال لهم الزازار؟ حلو ياس، حاجتين جاوب عليهم. قال والله انا ماذا بيا الوالده نتاعي كي تمشي تشري دجاج، ما قالش اللحم، كي تمشي تشري دجاج تلقاه ب 4 دينارات و500 و5 دينارات ومش ب 7 دينارات و500. قالوا ايه بالنسبه للحم؟ قالوا اللحم هذا القرار ماذا بينا نشوفوا كيفاش التطبيق. يعني يحسوا حاجة غير واقعية، خاطر هو اللي يشري به السومة اللي يشري به اللحم، هو اللي يشري به الدواب باش يذبحها وكذا، ما يمكنوش باش يبيعوا بالأسوام هذه اللي قرروها إداريا. فيلزم ما نقفوش في تحديد سعر اللحم، نشوفوا الدواب قداش تباع، وإذا كانت تباع بك سعر هذاك يندرى على خطر فما وسطاء قاعدين يحتكروا في السوق وكذا، وإذا كان فما وسطاء كيفاش مش تعالجهم الدولة؟ مش كان بالجزر
هذا ما فماش في بحلول بديله. وذلك علاش تسأل المقال حتى في صوره الاقبال على مثل هذا الاجراء، قديش باش يكون الاقبال وهل سيقبل جميع يعني التجار على هذا الاجراء؟ شنو مدى الجدوى نتاعو؟ شنو يعني مدى تفاعل التجار مع هذا القرار؟ واذا كان حتى يحبوا يتفاعلوا هما، هل فما امكانيه موضوعيه باش يتفاعلوا معه؟ هل هما الاسعار اللي مش يشريوا بها ومش يبيعوا بها مش تمكنهم باش ياخذوا الربح اللي مش مكانهم باش يعيشوا الا لا؟ ودور الدولة هو دور أيضا تعديلي للسوق، يلزم الدولة تضخ في السوق بعض المواد حتى تنزل أو تعالج أماكن ارتفاع التكلفة أو تعالج الاحتكار. فموضوع صعيب، هو موضوع صعيب ومتشعب، لكن يجب معالجته، ومعالجته اقتصاديا اقتصادية ومهنية ومش إدارية حسب رأينا. يعطيك صحة سي راضي. ننتقل مباشرة إلى موضوع حصة اليوم. عرفنا أنه منذ أشهر عديدة أو بالتحديد منذ شهر أكتوبر الماضي قرر البنك المركزي الضغط على نسبة التضخم. كيفاش بتحديد اللجوء أو مدى اللجوء إلى قروض الاستهلاك من أجل تدعيم الاقتراض لغرض الاستثمار وليس لغرض الاستهلاك؟ هو إجراء تزامن كذلك مع التقليص في نسبة الفائدة، واليوم يقرر نفس البنك إعادة الترفيع في هذه النسبة للمرة الثانية على التوالي، ومراجعة الإجراء المتعلق كذلك بالقروض واللي كان له أثر كبير على مدى إقبال المواطن التونسي على قروض الاستهلاك وعلى مقدرته الشرائية من جهة أخرى. شنو باش يكون تقييمنا لهذا الإجراء اليوم من زاوية بتبيعة الخبراء الاقتصاديين؟ هل حقق هذا الإجراء الأهداف اللي تضع من خلالها أو تضع من أجلها؟ وشنو كان تأثيره كذلك على المستهلك؟ كيفاش المس أو تفاعل المواطن التونسي اليوم مع إجراء التخفيض في نسبة الفائدة من جهة، والتحديد في الإقبال أو إمكانية الإقبال على قروض الاستهلاك؟ هل كان له كذلك هذا الإجراء تأثير فقط على المستهلك أم كذلك على قطاعات أخرى؟ للحوار حول هذا الموضوع وطرح هذه التساؤلات على ضيفنا السيد راضي المدب وكذلك تساؤلات أخرى قد يثيرها النقاش، سعداء مرة أخرى بترحيب بالسيد راضي المدب اللي نحب نعرف معاه اليوم شنية أهمية نسبة الفائدة في الاقتصاد الوطني قبل ما نشوفه شنو الإجراء اللي خذه البنك المركزي منذ السنة الماضية أو من سنة 2011 تجاه نسبة الفائدة. والله نسبة الفايدة هي حاجة سهلة من الدولة يوميا للناس الكل. أنا يلزم نشرحوها باش المواطنين ما يظنوش أنها أمور نظرية أو أمور تقنية أو فنية صعبة. نسبة الفايدة هو وقت اللي واحد ياخو قرض ياخو 100 قداش باش يرجع بعد عام؟ باش يرجع 105 ولا باش يرجع 107 ولا 102؟ هكا 2 ولا 5 ولا 7، هذيك هي الفائده، هذيك نسبه الفائده السنويه. تظهر امور سهله، وانما انا علاش حبيت نشرحها هكا ببساطه؟ لانه البارح نحكي مع صديق اللي هو محامي، والمحامين يعني من النخبه في البلاد من العين، قال لي بربي فسر لي، فكرني شنو هي نسبه الفائده وكيفاش تتطبق. معناتها ما يلزمش نحكيو على امور نظريه، هذا يهمنا راو يوميا الناس الكل. علاش نسبة الفايدة عندها علاقة هامة بالاقتصاد؟ لأنه الاستثمار يتم عادة عن طريق الاقتراض أو عن طريق الادخار، جزء ادخار وجزء اقتراض. وقت اللي واحد باش يشري دار مش باش ياخذ باش يشري 100 مليون نفرضه، مش باش يدفع ال 100 مليون لا من مكتوبه ولا مش البنكة مش تعطيهم له ال 100 كاملة، خاطر كان يستنى حتى لوين يلم ال 100 مليون هو باش يشري الدار نتاعو، ينجم يكمل حياته المهنية وحياته حتى الدنيوية، وربما ما يلمش هاك 100 مليون هذيك. فكي يلم 30 40 البنك تنجم تقرضوا الباقي، وهذا بالنسبة للشخص هو صحيح. أيضا بالنسبة للمؤسسات، المؤسسات لما تستثمر وتخلق مواطن شغل وتوسع في الطاقة الإنتاجية نتاعها، تستثمر بالاقتراض في جزء وبأموالها الذاتية بجزء آخر. ولما تستثمر ماذا بها؟ تستثمر بسعر فايدة معقول اللي كيف مش ترجع للبنكة، مش ترجع هي أكثر من اللي خذيته.
كي مش ترجع اكثر ما يلزمشك الاكثر هذاك يكون اكثر بكثير مشط اللي يعني. مشط حتى ينحي لها الربح نتاعها الكل والربح الكل يمشي للبنك. فسعر الفايده حاجه هامه ياسر للدوره الاقتصاديه بما في ذلك الاستهلاك او الاستثمار يجب يكون في مستوى معقول. ايش معناه مستوى معقول؟ البنوك المركزيه في العالم كله عندها مسؤوليه. هي الناس بتعرف هي البنك المركزي اساسا اول مسؤوليه للبنك المركزي في تونس وفي العديد من البلدان خارج تونس هي التحكم في التضخم المالي. شو هو التضخم المالي؟ التضخم المالي هو غلاء المعيشه، قداش الانفلاسيون، قداش باش تزيد الاسعار بين فتره وفتره مواليه. هذا هو دور البنك المركزي، وهذا مرتبط تماما، التحكم في التضخم المالي وفي ارتفاع الاسعار مرتبط تماما بسعر الفائده. علاش؟ على خاطر وقت اللي يرتفع الاسعار ايش معناه؟ معناه الطلب اكثر من العرض. باش ما يرتفعوش الاسعار برشا يلزم نتحكموا في الطلب، يلزم نحاولوا نقصوا في الطلب. باش نقصوا في الطلب يوليو الناس اللي مش يستهلكوا او باش يستثمروا بقروض ردوا نغليو في القروض. باش كي تغلى القروض تنقص المطلبيه الاقبال على ثمن القرض، يعني ثمن القرض يغلي في ثمن السلع او في ثمن الاستثمار، فالناس تنقص من طلبهم للسلعه هذه. وبالعكس والعكس وبالعكس وقت اللي الاقتصاد يبدا فيه شيئا ما من الركود وما فماش طلب البنوك تنقص من سعر الفائده او البنوك المركزيه تنقص من سعر الفائده حتى تعطي شاهيه اكثر للمستهلك وللمستثمر ويقبل على الاستهلاك او الاستثمار. ناخذ مثلا اليوم في اليابان اللي هو يمر بفتره ركود طويله المدى منذ مده طويله سعر الفائده صفر صفر باش يعطيه شاهيه البنك المركزي على الاقبال، يعطي شاهيه للمستثمر والمستهلك باش يشري ويستثمر وكذا باش يحرك عجله الاقتصاد في البلاد. احنا بعد الثوره وقف شويه الاقتصاد، نفكروا عام 2011، فالبنك المركزي في محاوله لاعاده انعاش الاقتصاد نقص في سعر الفائده، نزل فيه عدد من المرات. هو ينقص في سعر الفائده المديره، يعني الفائده اللي يعطي بها هو الموارد للبنوك. هما يزيدوه فائده، هما يزيدوه الربح نتاعهم ويزيدوه التكلفه نتاعهم وكذا. نقص في سعر الفائده حتى يزيد في عجله الاستثمار والاستهلاك في البلاد وكذا. وكان من المنتظر انه لما نقص من سعر الفائده مش يرتفع الاسعار، مش يرتفع في البلاد، خاطر القروض الاستهلاكيه مش ترتفع والناس مش يصير عليها اقبال على الاستهلاك. وهذا اش صار؟ وخاصه انه احنا في الفتره هذيك تضرر الاقتصاد وعاش عده ازمات ولا سيما ازمات اجتماعيه وامنيه وكذا، جعلت العديد نقص في الانتاج كذلك، جعلت العديد من المؤسسات نقص في الانتاج نتاعها، نقص في الانتاج وتضررت السياحه، وهذا زاد ايضا نقص في الانتاج، لان ايضا السياحه هي قطاع منتج، قطاع اقتصادي منتج، ولما ما يجيو ناس سياح هذا معناه انه نقص في الانتاج، هذا كله ترتب عليه نقص في الانتاج. فالطلب أصبح أقوى من العرض، وبعد صارت أيضا التسريبات إلى ليبيا والتهريب إلى ليبيا والمناطق الحدودية وكذا، هذا الكل رفع في الطلب دون أن يكون فيه كفاية إنتاج وكفاية عرض في البلاد. فوصلنا إلى تضخم مالي وارتفاع في الأسعار، أصبح يعيش المواطن كظاهرة مشطة وغير مقبولة وتنعكس تماما على القدرة الشرائية للمواطنين، فتضر المواطنين. وهذا علاش بداية من شهر أكتوبر الأخير 2012 قرر البنك المركزي أن يحد في ارتفاع القروض الاستهلاكية، ينقص من القروض الاستهلاكية بالطلب بالطلب.
في محاولة من التنقيص من الطلب يحب ينقص من حجم القروض الاستهلاكية، وبدأ أيضا في تمشي جديد هو الرفع من سعر الفائدة المديرة المعطية للبنوك، وبذلك يغلاوا القروض ينقصوا من ناحية ويغلاوا من ناحية أخرى باش ينقص الطلب بحدة. الإجراء هذا سي راضي كان تفسر لنا كيفاش يعني كان يلزم البنوك باحترامه، شنو هي الآلية المالية التقنية يعني اللي كانت موضوع على عاتق البنوك في صورة قبولها أعطاء مثل هذه القروض لغرض الاستهلاك؟ ياك صح، سؤال فني والجواب عليه فني وصعيب شوية، لكن مش تحاول نشرحه ببساطة. الإجراء هذا ايش يقول؟ يقول البنوك عندها حجم محفظة من القروض الاستهلاكية، كل بنك عنده محفظة من القروض الاستهلاكية، أعطاهم قروض للمواطنين للناس باش يستهلكوا بهم، والقروض الاستهلاكية هذه يتم استرجاعها على فترات معينة، عادة هي قصيرة المدى. ناخذ قرض مثلا، نفرضوا فما بنك عاطي 100 مليون كقروض، مجموعة قروض استهلاكية لعدد من الناس، ويسترجعهم كل شهر، يسترجع 10 مليون مثلا نفرض. إذا كان ما يعمل حتى شيء، إذا كان ما يعطيش قروض جديدة، 100 مليون في آخر سبتمبر، في آخر أكتوبر مش تولي 90 مليون. البنك المركزي إيش قال وقتها؟ قال للبنوك تنجموا تعطيوا قروض استهلاكية جديدة، لكن في مستوى وفي حدود ما تسترجعوه من القروض الموجودة. معناه ما لازمش تتجاوز سقف القروض الموجود. إذا كان دخلت 10 من 100 تعطي 10، تقول ولكن هو القرار أصعب شوية من هذا. شو يقول؟ يقول إذا كنت طالما دخلت 10 وعندك الحق تعطي 10، نفرض أعطيت 15، لكن الخمسة الزايدة هذيك تعطي قدهم، توظف قدهم لدى البنك المركزي، تجمد قدهم لدى البنك المركزي. منين الموارد اللي باش تتجمد لدى البنك المركزي اذا هي البنك ما عندهاش؟ يعني منين باش تجمدهم؟ تجمدهم من مواردها الذاتيه اللي موظفه على بانا عنوان. يلزمها هي توجد، اذا كان هي اخذت القرار انها تعطي اكثر مما سمح لها به البنك المركزي، يعني في حدود استرجاعها القروض الاستهلاكيه، فعليها كان تلقى حل هي باش تلقى موارد اضافيه وتجمدها لدى البنك المركزي بدون فائده. يعني حاجه شبه ربما شبه مستحيله، أي. مش ما تقبلش عليها البنوك. خاصه وانه احنا في ذلك الوقت والى اليوم كل البنوك تقريبا في الساحه تعيش عجز موارد. خاطر احنا فما برشا حاجات لازم نشرحوهم، هو انه بعد 14 جام في 2011 فما برشا ناس جبدوا فلوسهم من البنوك، فما تقريبا 700 مليار جبدوا من البنوك في وقتها من الادخار او من حسابات ايداع، جبدتها من البنوك خافت لسبب او اخر، والفلوس هذيك اكثرها ما عاودش يلقى طريق البنوك باش يرجع للبنوك ويعاود يضخ في الحلقه الاقتصاديه. فما اليوم ونظرا ايضا الى انه الاقتصاد، عجله الاقتصاد ما رجعتش الى ما كان عليه النسق قبل 14 جام في وكذا، الى اليوم ما رجعتش وكذا، فانه الفلوس مش قاعده تدور. فما في النظريات الاقتصاديه ما يسمى ب فيتيس دو سيركولاسيون دو لارجون، معناتها الفلوس يعني سرعه دوران الاموال وكذا ما رجعتش الى نسقها قبل. فهذا كله يفضي الى ان البنوك اليوم تعيش عجز في الموارد ما يمكنهاش تغطيه اذا كان ما البنك المركزي ما يعطيهاش يوميا السيوله اللازمه لاحترام تعهداتها ازاء الحرفاء بطبيعه. الاجراء هذيا هو احنا شفنا محتويه، هل كان البنك المركزي يرمي من خلاله الى دعم الاستثمار فقط ام الى ضغط على نسبه التضخم فقط، ام كذلك الى دعم الاستثمار؟ كيفاش كان يشوف البنك المركزي انه مثل هذا الاجراء من شانه تحقيق الدفع ما للاستثمار اللي كان في ركود في الفترة هذيك، وهل أنه هذا كان الحل الوحيد في تلك الفترة؟ شوف، لو نقرأ القانون اللي يكون البنك المركزي، مش من مسؤوليات البنك المركزي الاهتمام بالاستثمار والاهتمام بالتنمية، هذه مسؤوليات الحكومة.
القانون اللي بعث به البنك المركزي وتم تعديله عشرات المرات من عام 58 إلى الآن يقول أن مسؤولية البنك المركزي هو مراقبة الأسعار. هذه مسؤوليته. هو كي يرفع في نسبة الفائدة ولا يقلص في حجم القروض الاستهلاكية، فهو يرمي من وراء هذا إلى هدف واحد هو التحكم في الأسعار. هذه مسؤولية البنك وفي المركزي. نسبة التضخم. يعني إذا اليوم البنك المركزي نشوفه من خلال هذا الإجراء أنه كان الهدف متاعه دعم الاستثمار، تحسوا أنه الهدف هذا هو هدف اقتصادي يعني سياسي وليس هو هدف سياسي يعني وليس بهدف اقتصادي أو مالي ليس من مشمولات البنك المركزي. وقت اللي البنك المركزي في عوام 2011 و2012 حتى النصف 2012 تقريبا، وقت اللي البنك المركزي حب يساهم في إعادة دفع الاستثمار كان هذا موقف سياسي مش من مشمولات البنك المركزي كما جاء به القانون. لكن نجم نفهموه الموقف السياسي، لأن يعني أنا بشخصي كنت عضو في مجلس إدارة البنك المركزي لمدة قصيرة بين فيفري وجوان 2011، وشاركت في أشغال البنك المركزي في المدة القصيرة هذيك. يعني واكبت نوعا ما مشاغل البنك خلال تلك الفترة في فترة قصيرة. وبعد خيروا أنهم ما عادش يستدعوني لاجتماعات البنك المركزي. سلامين أخير موضوع آخر هذا مش لازم نتوسعوا له اليوم. إذن هي مساهمة سياسية تجب تقول وطنية أنه في إرادة إعادة دفع الاستثمار بالتنسيق مع الحكومة. البنك المركزي خذا على عاتقه التنزيل في نسبة الفائدة لإعادة دفع الاقتصاد في البلاد، لكن هي مش من مسؤوليته القانونية. هذا يحين إلى الجدل الكبير حول مدى تدخل البنك المركزي كمؤسسة تدعم الاقتصاد الوطني أو كمؤسسة مدعوة إلى المحافظة على استقلاليتها واهتمامها بالشأن المالي فقط، وهو مراقبة يعني تداول الأموال أو الأمور النقدية يعني بالطريقة المثلى. الإجراء هذية في اللي يتحدث على تحديد قروض الاستهلاك تم مؤخرا الرجوع فيه، هل تحس راضي أنه أو تشوف أنه فما تقييم موضوعي تعمل لهذا الإجراء، أم أنه تم الرجوع في مثل هذا الإجراء أو نية الرجوع في هذا الإجراء في انتظار أعداد دراسة تقييمية لمردوديته خلال هذه الفترة بالطبيعة؟ الآليات اللي بين أيدي البنك المركزي للتدخل في الحياة الاقتصادية والمالية آليات محدودة. من بين هذه الآليات أساسا هو سعر الفائدة. وقت اللي البنك المركزي شاف أن التضخم المالي في البلاد وارتفاع الأسعار وصل إلى مستوى عالي، في ذلك الوقت كنا في حدود 5.5 تقريبا في أكتوبر، بعد 5.9 وتوا 6.5، مع العلم أنه في ميزانية الدولة لسنة 2013 جاء يعني بكل وضوح أن الحكومة كتبت في الميزانية أنه سيقع التنزيل في سعر في الأسعار في مستوى الأسعار من 5.9 في ذلك الوقت تقريبا إلى 4.5 في نهاية 2013. وبرشا محللين بما بينهم أنا قالوا مش ممكن هذا، لأن نسبة التضخم المالي في البلاد أو ارتفاع الأسعار في البلاد لا يحدد بقرار إداري، يلزم نشخص الموضوع شنو هي المشكلة ونلقاو لها الحلول. وفما دراسات كانت عرضت في ذلك الوقت خاصة في شهر سبتمبر من 2012، وكانت دراسات هذه قام بها البنك الأفريقي للتنمية بالتنسيق مع الحكومة التونسية، كانت أفضت إلى النتيجة أن التضخم المالي في تونس هيكلي وليس ظرفي، وربما فما إمكانية أنه يتزايد في السنوات القادمة. ونقول لي هو مش يزيد التضخم المالي وارتفاع الأسعار في السنوات القادمة. علاش؟ على خطر اليوم مؤشر الأسعار اللي هو ارتفع بنسبة 6.5% واللي كي تقول المواطن الأسعار زادوا في 6.5% ما يصدقكش، حتى مواطن حتى في المواد الغذائية فما حتى وصلنا للأبشيفخ يعني العشرة وصلنا ل10%. هذه الحاجات اللي حسها أكثر يعني مستهلك التونسي بالضبط. من مواد بالضبط. أخرى لأنه المؤشر هو فيه حاجات ترتفع وحاجات ضغط عليها الحكومة الحاجات السلع المدعومة كلها هذه تدخل زادة في المؤشر،
لكن السلع المدعومه ما عادش عندنا امكانيه باش نوصلوا الدعم بالنسق اللي احنا عايشين فيه. ثم ضغط من نوع اخر على الماليه العموميه فيه. طبعا بعد اليوم عجز صندوق الدعم في تونس او صندوق التعويض في تونس وصل الى مستويات مشطه جدا، وصل الى مستويات 8% من الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسيه، وهذا غير مقبول. ما تنجمش تقبلوا التوازنات الاقتصاديه والماليه للدوله التونسيه. ولا المجموعه الوطنيه كذلك. ولا المجموعه الوطنيه خاصه انه فيه برشا تبذير، ماهمش قاعدين ينتفعوا به الناس اللي حاشتهم باش ينتفعوا به، قاعدين ينتفعوا به الناس اللي عندهم امكانيات باش يخلصوا. انت وانا قاعدين ننتفعوا به. فما برشا تهريب فيه، لانه اذا كان مدعومه الفرينه يستعملوا فيها الخبز المدعوم لغير الخبز او المرتبات، والا حتى الخبز المدعوم قاعد يتباع في الـ في الـ في المطاعم وكذا، في اماكن اللي ما عندهاش الحق باش تنتفع بهذا. السياح لما يجيوا لهنا، الموظفين الدوليين لما عايشين في تونس، كلهم قاعدين ينتفعوا بالخبز المدعوم. حتى الاداءات الاضافيه اللي تم سنها يعني لمجابهه هذا لتعديل هذه الكفه ما كان مش في مستوى المشكله المطروحه. الأداءات هذه الإضافية هي تمت أساسا على الدخل على الدخل وعلى الشهريات ومش وعلى النزل وعلى بعض الأصناف من المؤسسات اللي هي يعني مش باش تحل المشكلة، محمولة على أنها ربح. مش باش تحل المشكلة. سيرادي كيفاش تحس ترى أو تشوف أو تقيم ردة فعل المستهلك التونسي إذا إجراء تحديد قروض الاستهلاك؟ هل أن إجراء تحديد قروض الاستهلاك شافوا المواطن التونسي أكثر يعني أكثر صرامة إذا أكل لفاسيليتي دو كيس، يعني السيولة الإضافية اللي قد توفرها يوفرها البنك لفائدته، أم إزاء القروض مباشرة، أم إزاء قروض الاستهلاك من لدى يعني لدى بعض التجار كما المواد الكهرومنزلية مثلا أو الفضائيات الكبرى؟ سؤال هام جدا، لأنه لازم نعرفوا أن التونسي عايش بالتدين، والتدين متاعو لدى القطاع البنكي والتدين الرسمي ضئيل جدا مقارنة بالتدين الحقيقي للتونسي. التونسي اليوم في أحواز تونس وفي المناطق الريفية وكذا مدين لدى العطار، مدين لدى الززار، كي يمشي للززار هو ما يمشيش كل يوم، كي تحصل له هكا إمكانية باش يمشي مرة في الجمعة وكذا للززار، مدين لدى الززار اللي لازم يمشي في رمضان، اي مدين لدى السبيساري الفارماسيان الصيدلي، مدين لدى زميله في العمل، مدين لدى عائلته، الناس الكل مدينين عايشين بالدين، ومدين في جزء ضئيل لدى البنك، لأن البنك ما يعطيهش إمكانية. عنده قانون، عنده قانون وعنده ما يفوتش 40% تأشيرات وكذا، ما يفوتش ما يلزمش كما تفضلت وقلت 40% من مجموع الدخل نتاعو، مجموع إرجاع الديون نتاعو ما يلزمش يفوت ال 40%، وإذا كان عنده هو مدين لشراء المنزل اللي يعيش فيه ربما وصل ل 40% وما عادش ولا فيتهم ولا خذي قرض استهلاك ومعاه قرض سكن. يعطيك الصحة. وفما طرق أخرى للتدين تكون مشكلة كبيرة على المجموعة. أنت حكيت على الأدوات الكهرومنزلية. الناس شو يعملوا؟ يمشيوا يشري بالتدين كهرومنزلية، أداة كهرومنزلية، إما فريجيدير فريجو ولا تلفزة ولا حاجة هكا، ويمشي يبيعها يكسرها في البيع، يبيعها بأقل من سومها. خاطر كي يمشي يبيعها يبيعها كاش، ياخذ فلوس بالحاضر، ياخذ فلوسها بالحاضر، ويقول لك انا اغنيني اليوم افقرني غدوه، خاطر حاجتي بفلوس انا اليوم، اوكي ياخذها باش يرجع فلوسها على مده 18 شهر مثلا. وكانها مؤسسات بنكيه، وسمعنا حتى انه فما من المؤسسات اللي هي عندها حتى هذا النوع من الممارسات بصفه خفيه، وقاعده تقبل انها تعطي شبه يعني سلع لبعض الموظفين او الاجراء، ولكنها في الحقيقه ما تتوليش حتى تأمين يعني لا ليفريزون يعني التسليم المباشر لهذه السلع، تكون فقط عملية اقتناء على الورق وتسلمه في المقابل فلوس، مع الأسف عديد الممارسات اللي يكونوا ضحيتها يعني الموظفين، ولكن مجبرين على ذلك لتأمين هذا النوع من التمويل اللي مع الأسف ما تطولوش البنك. أي أنا شوف مش نجاوبك على هذه، لكن نحب نكمل الجواب نتاعي على السؤال اللي قبل،
وقت اللي التونسيين في الحالة هذه، في حالة التدين هذه متاعهم، تقول لهم باش نقص عليكم الآن القروض الاستهلاكية، باش يلقاو أرواحهم باش يحطوا فمهم في حيط، ما عنده وين يمشي، ما ينجمش يعيش من غير. هذا يقول لك نتسلف من البنك خير من نتسلف من عند حد آخر. خاطر البنك تسلفوا شوية هذاك، وهذاك اللي يمكنوا التركيبة الكل ما بين سلف من عند العطار ومن عند زميله في العمل ومن عند ولد عمه ومن عند الصيدلي وكذا، وشوية من عند البنك، هذاك الكل اللي يمكنوا باش يواجه الظروف نتاعو، ما كانش معاش خالط. أنا اليوم نعيش مع رؤساء مؤسسات يقولوا لي والله كيفاش الموظفين والعمال نتاعنا خالطين، الناس الكل فهمت اللي ما عاش حتى واحد خالط اليوم بغلاء المعيشه وكذا. اذا كان انت تقص عليه تقول له ما عاش فما قروض استهلاك انطلاقا من اليوم بصفه هكا جذريه، ما عاش فما قروض استهلاك بدون سابق اعلام او تحذير او تحذير وكذا، مش باش يخرجوا منها. إذا ما ينجمش قرار من نوع هذا يتم بين عشية وضحاها. يجيوش في 4 أكتوبر يصير قرار من البنك المركزي يقول انطلاقا من اليوم وراهو مش هاو قانون اللعبة كيفاش ولا. حسب رأيك يعني يصير هذه المواطن التونسي اليوم متأثر أكثر ب يعني تحديد القروض مباشرة أو التسهيلات هذه اللي تعطيها البنكة، واللي هي كانت زادة كذلك موظف عليها نسبة فايدة وهي بمثابة القروض، ولو أنه العديد من البنوك قالوا أنهم باش يواصلوا السماح يعني لحرفائهم بهذا النوع من التسهيلات. شو هي كي خرجت القرار بتاع البنك المركزي كان واضح ما فيهش سماح وما سماح من اليوم، هذاك القانون اللعبة. وبعد كي صار ضجة هكا والناس كل قالوا مش معقول وكيفاش من بين عشية وضحاها طبقوا علينا هكا وكذا، صار شيء ما من التراجع. محافظ البنك المركزي قال الروج ميسالش، تفكرها انت في شهر اكتوبر، في 15 اكتوبر تقريبا قال الروج ميسالش، هذيك نوع من التسامح وكذا. واليوم بصفة رسمية صار تراجع في القرار هذاك، لانه ثبت أنه القرار ذاك ما كانش عنده جدوى وما كانش عنده تأثير لا على ارتفاع الأسعار، بعد الأسعار قاعدة ترتفع وقلق برشا المواطنين وخلق ربما لكل الموظفين والعمال وكذا طلبية لزيادة في الأجور، وباش ندخلوا وقتها في دوامة متنفس. باش ندخلوا في دوامة وقتها زيد الأجور زيد الأسعار زيد الأجور باش تواجه زيادة في الأسعار، زيد الأسعار باش تواجه التكلفة نتاعها زيادة في التكلفة، لأنه الأجور تساهم في التكلفة للسلع وكذا، وما نخرجوش منها الدوامة هذيك. وإحنا ديجا اليوم 6.5% وصلنا إلى حدود غير مقبولة. وزير مالية سابق قال هذا سرطان ينخر الاقتصاد التونسي، نسبة التضخم. نمشيش أنا إلى هذه الصفة هذه سرطان، لكن هو مرض قوي ينخر الاقتصاد التونسي. حاب نرجع للسؤال متاعك لما سألتني على بعض التعاملات اللي تستعملها المشبوهة اللي استعملها بعض التجار خاصة في المواد الكهرومنزلية. معروف هذا وحشناه في تونس، ويلزم ناخذوا نتعظوا بما عشناه في السابق. احنا نعرفوا الناس كل تجربه باتام باتام كي فلست. علاش فلست باتام؟ فلست على خاطر تقرض الناس هكا وتعطيهم، يشري تلفزه فرحان يشري تلفزه بمليون وما يدفع شيء، وبش يبدا يخلص ويمشي يبيعها في سوق منصف باي ب 900، هو فرحان بك 900 يبعث امه للعمره ولا حاجه من النوع هذايا، ومن بعد يلقى روحه ما ينجمش يواجه. خاطر باتام مش بانكا، ما عندهاش امكانيات تحليل المالي لمعرفه القدره لاسترداد الشخص هذاك اللي باش تعطيه مليون وكذا، ودخلت في متاهات من نوع هذا، نجر عليه افلاس للمؤسسه، والافلاس للمؤسسه كان انعكاس عليه للمزودي المؤسسه اللي هما شركات اللي تصنع المواد هذه. وذاك علاش تم الرجوع في الاجراء سيرادي عن طريق يعني هذا النوع من البيع بالتقسيط، ولا يتعمل يعني بصفه وجوبيه عن طريق البنوك كما راهو في الفضائيات الكبرى وفي مؤسسات اخرى؟ اي اما باقي فما التلاعب برشا. خاطر كي تمشي انت اليوم تلقى تلفزه يقول لك هذيك سومها 1000، اما كانت مش تدفع بالكونتون سومها 900 اقل، وهو السعر الحقيقي يعني. هو السعر الحقيقي.
والناس راهو كي تاخذ هذا النوع من القروض، لانه في الحقيقه هو قروض، والمؤسسات التجار هذوما يخدموا في دور البنوك اللي هي دور البنوك محدد قانونا، وحتى واحد ما عنده الحق في ترخيص بنك. اكيد في ترخيص مسبق من الترخيص يثبت اولا الامكانيات الماديه والماليه والبشريه والبشريه والقدره البشريه لاداره هذا النوع من القروض وكذا، وفما متابعة من البنك المركزي وكذا. إذا كان في التجار هذا لا فما لا متابعة لا حد شيء، رعواني ما أنت داخلين على هذا، وهذا يترتب عليه مشاكل لدى التجار، هما بيتهم دازين أرواحهم في التهلكة للتجار ولمزوديهم من المنتجين الصناعيين وللاقتصاد بصفة عامة وللمستهلك هذاك، خاطر وقت اللي حاجة ياخذها هي تسوى يقول له بمية و90 بالسوم اذا كان بال من غير كريدي بالحاضر بالحاضر، اكل 10 هذيك تمثل هي على عام تمثل نسبه فائده، نسبه فائده 20% اللي هي مشطه ياسر، اللي هي وفما مع العلم انه نسبه الفائده المشطه محدده من طرف البنك المركزي ولا يمكن لاحد ان يتعداها، والتجار هذوك يتعداوها بالصفه هذه، يعني هذا مضر بالناس الكل. حبيت نختم مع سيد راضي المدب ضيفنا اليوم حول افاق استئناف العمل باجراء القروض الاستهلاكيه، كيفاش تراه؟ احنا كنا في حلقه معينه ركود اقتصادي، تضخم مضطرد، الرغبه في اعاده تنشيط الاقتصاد من خلال الاقتراض لغرض الاستثمار. النتائج كانت حقق نتائج أو لم يحقق، هذا مازلنا باقي ما نعرفوهوش بطريقة يعني رسمية أو يعني معلن عليها من طرف البنك المركزي، ولكن حاسينا حتى المواطن العادي يعني المس في هذا الإجراء إجراء ربما محدود الجدوى بالمقارنة مع الأهداف المرسومة له. هل ترى في إعادة استئناف هذا النوع من القروض والسماح بالاقتراض من أجل الاستهلاك منحة آخر في اقتصادنا خلال الأشهر القليلة القادمة على الأقل؟ هو بكل صفة البنك المركزي أعلن على أنه فما رجوع إلى القروض الاستهلاك و وسع شوية في الإمكانيات، عوضا أن البنوك يمكنها أن تعطي في مستوى استردادها من قروض الاستهلاك، فأعطاها إمكانية الزيادة بنسبة 30% تقريبا، وهذا أعطاها متنفس، وهذا لازم المتنفس هذا، كان من الأجدى أن يكون من الأول ما ناخذوش قرار ونرجع فيه، مش مشكلة. الفائدة أنه اليوم توجهنا نحو حل أصح يعني وأجدى، لكن في نفس الوقت تم الترفيع في نسبة الفائدة مرتين، كل مرة 0.25%، والترفيع هذا حسب رأيي أنا وحسب تحليلي، مش رأيي أنا كشخصي وإنما كاقتصادي، لا ملاذ منه، يجب مواصلة الترفيع في سعر الفائدة. علاش؟ على خاطر احنا اليوم التضخم المالي والانفلاسيون وارتفاع الاسعار كما قلت في حدود 6.5% رسميا، معناتها واحد عنده فلوس ويخليهم في بنكه مش يتقارضوا الفلوس هذاك بالتضخم المالي، اذا كان اليوم يمكنوه عنده 100 دينار اليوم تمكنوا باش يشري مجموعه من السلع، بعد عام المجموعه هذيك من السلع تولي في حدود 106.5 دينار سومها، بينما الموضوع نتاعو لدى البنك يجيب له اليوم 102، يولي 102، اكل 102 ما عادش يمكنوه يشري نفس السلعه. اذا هذه القدره الشرائيه نتاعو دهورت في ظرف عام، وهذا ما يشجعش على الادخار. هذا بطبيعه كان جاي من المدخرين، من صنف المدخرين. من المدخرين. فما بالك. وهذا ما يشجعش على الادخار، واحنا مشكلتنا اليوم هو ضعف الادخار، وضعف الاستثمار كما ذكرت وانت في الاول مرتبط بضعف الادخار، فيجب ان نوجد الصياغ الكل باش نرفعوا في الادخار. الادخار باش نرفعوا فيه اسمه نرفعوا في سعر الفائده اللي معطيه للمدخرين، وباش نرفعوا فيه اسمه نرفعوا في سعر الفائده العامه في البلاد. اذا انا نتصور انه في ظرف عام او عام ونص سعر الفائده مش يمر المديري يعني بتاع البنك المركزي للبنوك مش يمر من 4 تقريبا إلى 5.5-6 ربما إذا كان ارتفاع الأسعار بقى في المستوى اللي هو عليه اليوم، وهذه هي الطريقة، هو الحل الأنسب تراه يعني سيرادي وترفيه في نسبة من هذا. علاش؟ على خاطر احنا ولينا نستهلكوا أكثر من اللي ننشو،
فماشي واحد خذ كل واحد في مستوى شخصي في مستوى عائلة، فماشي واحد ينجم يستهلك نهار الكل مدة عام عامين ثلاثة عشر سنين وكذا يستهلك دون أن يكون عنده هذا صحيح، لكن ما تراش سيرادي أنه نظرتك هذه من زاوية فقط الاستهلاك وليس من زاوية الاستثمار، هذا الترفيع في نسبة الفايدة، يعني كأننا سلمنا أنه محدودية المجهود الوطني في الاستثمار تقف للي عملناه، يعني لا. حتى كي نقصنا في نسبة الفايدة ما كانش فما استثمار، إذا نطلعوا في نسبة الفايدة وكأننا يأسنا من إمكانية الاستثمار عن طريق التحديد في نسبة الفايدة. شوف أنا رجل الأعمال ونستثمر ونجم نقول لك اللي مش تنقيص 0.25 ولا حتى 0.5 في نسبة الفايدة هو اللي مش يغير لي فكرتي للاستثمار ولا لا. أنا نستثمر إذا كان عندي ثقة بالمستقبل، لأن الاستثمار هو رهان على المستقبل. اليوم كي تحكي مع الناس الكل توانسة ولا أجانب يقول لك المستقبل مش واضح. علاش مش واضح المستقبل؟ على خاطر ما فماش خارطة طريق سياسية تقول لنا وين ماشيين. تحدثوا عليها في مستوى إعادة تركيب الحكومة، وبعد لا ركبنا الحكومة وكذا نسيناها، ما عادش حد يحكي عليها. يقولوا إن شاء الله أن الدستور مش يحضر في من هنا لشهر جوان، لكن الانتخابات مش تصير حقيقة قبل نهاية 2013 ولا لا؟ هل خذينا كل القرارات وصوتنا على كل القوانين والتراتيب والهيئات ونظمنا هذا الكل والتراتيب الفنية والمادية باش نوصل نهاية مع نهاية السنة نرتب انتخابات تكون حرة وشفافة وكذا وتمثل؟ ماذا بينا نخرجوا من هالمشاكل هذية نتاع البروفيزوار والوقتي وكذا وناخذوا على عاتقنا كي دور هي ابسوليومون باش ناخذوا على عاتقنا والاستثمار وباش يرجع الثقة للناس الكل ونشمروا على ايدينا وكذا ونستثمروا ونخلقوا مواطن شغل ونساهموا، لكن هذا ما يتم الا بوجود خارطة طريق سياسية واضحة وباستتباب الأمن وسلامة المواطنين. واللي يحكيونا يقولوا فما تونس ولات معبر للسلاح وكذا، هذا ما يشجعش لا على الاستثمار لا الداخلي ولا الخارجي المباشر. ولا على السياحة. وإن شاء الله خير. شكرا لك سيد راضي المد بضيف حصتنا اليوم الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية عمل وتنمية متضامنة على حضورك معنا، كنا سعداء باستقبالك وبمناقشة هذا الموضوع الشيق اللي يمس المواطنين التونسيين مباشرة، يعني في مكتوبهم في تطلعاتهم في مستقبلهم. شكرا لكم مواطنين على حسن المتابعة والاهتمام، كان هذا تناولنا لحصة اليوم، إلى لقاء اقتصادي آخر، إلى اللقاء.